هنا فعالة في الهجوم مرجع مسجلة، اوعى تقول انك مشكلة، تعالى بص وخد توقيع، ابطال كتير فيهم اتعوروا، ممنوع حد يزرزرنا، احنا اصلا مين يقدرنا؟ بص بقى ده انت يا عم مش دلوقتي اتكلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه يا جماعه؟ زي ما عودناكم كل يوم بنشوفكم في الاشتراكات واللايكات والحركات، عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. ما قلنا بنتكلم عن ايه يا جماعه؟ احلى 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس قبل ما تعمل اي حاجة ما تنساش تعمل حاجة، ما تنساش يصلي على النبي واشتراك عشان يجي كل دي. طبعا معلش بقى اعذروني، انا النهاردة مش في المود خالص، لان انا عشرة عمري وصاحبي وحبيبي ودراعي اليمين توفى النهاردة، فطبعا المود مش فيه. بس انا النهاردة كان معايا حودة وجايلي من القاهرة، المفروض يقضي اليوم معايا ومفروض اخده نلف بيه اسكندرية وفسحه كده اهو. فلما طلعنا من السوق ما جالي الخبر بتاع ريكو، فالدنيا اتكعبلت. فطبعا كان وارد، كان كده كده لازم اللي انا على الاقل ايه يجي ويقضي برضو اليوم. فطبعا قضيناه في المزرعة عشان دفننا بقى ريكو جنب المزرعة زي ما شفته في الفيديو، وطلعت له برضو الكلاب عشان يشوف ويعمل الفيديو بتاعه ونقضي مع بعض جزء بسيط. فطبعا انا بتأسف له وبتأسف لكل الناس، بس الحمد لله. فطبعا مستنيينه وجاي بره بقى عمال يزول سيزر، فهنشوفه بقى ايه اللي هيتم. ويلا بينا. انا وسيط ان شاء الله الحمد لله، ربنا يا رب يعوض عليه في الحمد لله. بس المشكلة هنا بس في الفراخ. تلاقي مفاجأة كده مرة واحدة، بس طبعا ليك وللناس برضه اللي عندك، اللي انا ما اقدرش اعمل معاك اي حاجه النهارده. ربنا يعوض عليك. ايه رايك في سيزر؟ لا تمام. شفت وشه عامل ازاي؟ زي الفل. ده من ايه ده؟ امبارح حضرتك انا حوده معاك. نسمع بس من احمد، نسمع بس باذن الله. الكلب دوت كلام جاي لي يخش على الخشب هيقلق. اشتغلت مع الكلب لغايه ما خليته مطروش بقى فوق الرجوله. ما شاء الله. انا جربت يعني انت عشت لا. يعني ما بيروح بعدين ما بيتمسي سيس متحنن، شغال على اي حاجه، خليته شغال خشب كراسي اي حاجه، دغدغ امسك تمسك الجار في اللوح بتاع الدولاب دوت اي حاجه الحمد لله. واشتغل وشغال كلاب. امبارح في كلب كان عندي اهو برضه في شراسه، هتشوفه لما تخش. الكلب طالع من القفص قعد كسره لغايه ما طالع. كان في جيه عمر الحمد لله اللي هو ايه كده اتلحق. يعني عمر ما كانش كده اتلحق. تمام. لو عمر ما كانش جيه كانوا مش عارفين الكلب كان ايه. والتاني عشان كلب الشيرمان شعر بتاعه كبير وعالي برضه الحمد لله، عشان ده كان بتاع واحد صاحبي برضه. فالحمد لله حاجتي بتبقى ايه مقدور عليها، فاعطيته الحمد لله مضاد حيوي والبرشام بتاع اندلفير. معلش الحمد لله زي ما انت شايف. الحمد لله. هو طبطب عليه ده مش دلوقتي، مش دلوقتي بعد الفيديو. شو بيقول لك الكلب اليف؟ طالب الاسعاف. طيب الاول قبل ما اخش يلا انا سبته كده يخش اهو مع حاله شغل وبتاع. يلا بينا نشوفه الاوضه بيعمل ايه. يا
الكلاب طلع عمل ايه؟ كترة القعدة عندي. الكلب قاعد على الحبسة على الشغل طبعا دوت الوقت بتاع التدريب بتاعه المفروض انا كنت عبيته خلاص وسيبه لان الكلب اشتغل هو في الحالة بتاعته عايز بعد كده يتصاحب وينزل الشارع ويلف ويسيب ويشوف بني ادمين لان برضه لسه في رهبة. هو جاي كده صاحبه صاحبه كده خلاص خلي الكلب عندك براحتك. طبعا انا ما بشتغلش معاه بقى دلوقتي خلاص بشتغل معاه مره كل فين وفين اللي هو ياخد على المكان والكلب الرهبه بتاعته تروح ودلوقتي بطلعه بره بطلعه سايب كمان يعني ده اطلعه سايب ويجري يلف بيطلع بره بيحط ديله في بطنه ما فهمش حاجه خالص مش هقول عليه دلوقتي الكلب اخد عليا ويطلع معايا ويمشي ويروح ويجي ويسمع كلامي. انت لو جيت اخدته هتيجي تحبسه كل تعلمه هنا اهو خلاص هيبقى بطيخ. ايوه لان هو مش هيعرف يخرجه مش هيعرف ينزله مش هيعرف الكلب دلوقتي عنده 11 شهر او داخل في السنه فكر ده عنده 11 شهر يا جماعه معروض للبيع الدكر ما شاء الله عليه جدع برده هو مش شرس المقاط بيبدل على كده لا دمه سكر الكلب كده اشتغل عملنا معاه يعني ايش مش الشرس اللي هو المقاوم زي برضو ايه سيزر بس النتيجه اللي وصلها له دي يعني فوق النمره واحد. انا عايز اقول لك ان انت عملت معاه معجزه. ليه؟ اصل الكلب ده كنت بشوفه على طول ما بيعملش حاجه غلط ده بيخاف الناس بيجري يلزق في الحيط وانا لسه ان شاء الله يعني اليومين الجايين هعمل له فيديوهات احاول اطلع فيه وسط الناس يمشي معاه اللي لسه برضه من الاصوات والحاجات بيتكلم لطيف يا ابو مجد هو صاحبه بيتكلم في 13000 جنيه اب وام مستوردين او افتكر بتاع حاتم القاهره اسمه عمرو صابح او عمرو صابح حد كده حد معروف يعني في تعاملينه معاه ما شاء الله ذكر تقيل قوي كان هو قايل لي عليه الذكر زي ما انت شايف اللون بتاعه حلو الذكر ده يا جماعه 11 شهر زي ما انتم شايفين قدامكم مطلوب فيه 13000 جنيه اللي عايزه طبعا احمد مايكل يا جماعه بس ده لسه بيشتغل ما يجيش حد يجي يقول لك هو انت ما بتسكتش الكلاب دي لا الكلاب دي يا جدعان كلابه شغاله لما بتتلمس على اساس ان واحد في حته حراسه اي حد غريب ما بتشغلها عليها حكايه البوسي بقى ده انا بشغل بيه الكلب عشان ما يتوجعش اهو انا كله في نفس الوقت في نفس الوقت الكلب لان معظم اللي بيجي يخش على كلاب هيخش بخشب هيخش بكرسي يخش بحاجه فطبعا مش هروح اجيب له دراع اقول له خد اهو روح اسرق الكلب بالدراع فلازم اشغل بقى الكلب في نفس الوقت بتحس الكلب اللي هو ايه هيتضرب اهو هيتضرب بس فين بحر وعصايب وماشي ايه
كلب كلب ما يعرفيش انا لما اجي اخش بص هتلاقي الكلب يروح عليا بص لا هو كده الحمد لله عرفني امبارح حصل اه كده اهو كان يزوم عليا وهو مخليني اضرب له كده بعد كده اهو اضرب له انت كده هنعرف اذا كان عارفني ولا لا اللي في البوكس ده ايه الكلب ده واقف بص لحد البيت بص عاملين الراجل بتاع خلي بالك لو لمست الكلب ولا طلعته احترس منه عشان الكلب هيعض وبيغفل تاني يوم طلعته هون وهم بره عين بيكشر تكشيره ايه الذكر ده اللي بيعه ونواك ان شاء الله دوت عنده حوالي سنه وشهرين ب 2000 ونص ده لسه جاي لسه جاي بيشتغل انت لسه بشغله كمان تمام ده عايز سعره جميل جيرمان اه تمام يعني ده ما لمس زي ما انت شايف في كل حاجه انسى انت تلمسه ولا تطبطب عليه وفي اوامر هفرجك عليه برده في اخر الفيديو ده عنده سنه ونص طول عنده سنه ولا سنه وشهرين سنه وشهرين بقى 2 ونص يا جماعه زي ما انت شفت بقى والله سعره جميل في الدكر البولي بقى انا هبعت هدي لك فيديو دوت ثواني هو الدكر ده عنده حوالي سنتين ونص هو بيتكلم صاحبه بيتكلم فيه بساعة ونص كلب انا ما ولا بتاع مراهنات ولا اي حاجه لا انا ناس بتتصل بيا تيجي تقول لي ايه ان انا عندي كلب بيتحل لو تعالى لو عرفت تحل خده انا مش بدور انا بروح اتفرج على كلاب انا بروح اتفرج على كلاب للناس اللي عايز كلب شرس عايز كلب حراسه في فيلا في جراج فبروح الف الكلب ده بتاع كذا ده كلب بيعمل شو وحس ومهرجان زي ما انت شفت فجر في حجمه خشب عريض ان شاء الله فجر فيه مقاس خشب نشوف بقى مرحلة السحر يا جماعة مرحلة السحر بقى نتفرج على الطاعة بتاعة الذكر ده ماشي ندخله الكلاب ونسيبه على الكلب يلا Oh, my God.
دي نقط بن ده مش للبيع طبعا جاي لك تبريك لا ده للجوازات هو انا لسه الكلب بيبتدي بقى يرص دي نقط بقى بنتكلم فيها معظم الناس اللي بتربي كلاب او عندها كلاب شرسه او ودت كلب شرس في مكان اللي الكلب ممكن يشتغل ويعض بس ما يمسكش خشب معظم ناس ياما بتبقى بتضايق الحاجات دي كلب ما بيتلمس وما يتحننش ويخش يعضك او يعورك بس ما بيمسكش الخشب زي ما انت شايف كده دي بتضايق ناس ياما قوي عشان كده ممكن الكلب يمسك مثلا دراع وما يمسكش الخشب ف اتفضل يا اكس ماكس ماشي نشوف الدكر الكلب الشرس اي كلب لما تيجي تشغله لازم يطلع يمشي يعمل حمام طبعا لما تشوف الكلب ما بيتلمس ان شاء الله في نقص وخشب تعال ولا تعال Thank you.
شوية. طب وانا طب وانا انا جيت قلت لك قبل كده لو الكلب طالق يبقى انت ايه حد داعي عليه، لو ما طلقش يبقى ملعونة. ولا حاجه ارفع دراعك ولا حاجه. انا في الدرج ايه ده بيجي قد طول ما يهون ما تعرفوش عود. ها شغل الكلب 90% او 99 على الشراسه اللي محدش يلمسه. جنزير محدش يلمس الكلب، جنزير محدش يمسك الجنزير. وشغل الطاعه بيبقى قليل قوي لان انا مش بحبه، انا بحب الكلب الشرس الجدع الراجل. انت عايز كلب احراف؟ اه بشغل كده زي ما انت شايف. وزي ما مش بتاع مثلا اللي انا ايه كلب نام وسلم برجلك واعمل. انا عايز شغل. ايه الشغل اللي انا عايزه؟ كلب حراسه. الكلب يمشي جنب رجلي. انت مسؤول دلوقتي يا ابني. طب انت عارف الكلب انا ما بحبهاش. انا بحب الكلب. اي حد كده واقف يروح ياكل اي حد. هو ده الكلب كده اللي بص اللي يكيفني. هو ده صاحبه عايز الكلب يمشي جنبه يقعد بتعمله نفس الوقت خلاص يعني. ربنا يسترها عليه. كنت خايف يغلط وخش على حد فيهم. الدنيا هو كده خلاص طالما اتربط عارف ان خلاص كده محدش يلمسه. قرب انت ما هقوم هيشتغل اهو. ولا تقول لا احرس نفسك قلب. يلا ماشي. هه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 ه
والله انا اسف للمره المليون اللي انا ما عرفتش يعني اعمل معاك فوق الواجب بسبب انا عارف ان انا اعوض عليك ريكو يا جماعه لسه ميت النهارده حالا فسبحان الله خلاها الموت يعني اتظبط شويه يعني من شويه كان قافل خالص فالحمد لله انا شرفتني حضرتك انا مشكورك على الزياره دي انت ربنا ويرضى من المحبه كده اهو ربنا يرضى واي حد محتاج اي حاجه انا تحت امر اي حد في تخفيض اي حد اكيد في واحد اي حد محتاج يجي يشرف ينور طبعا حد مثلا خايف من الكلاب عايز يلعب مع الكلاب يجي برضه يشرف حد عايز يقضي يوم يجي برضو يشرف اي حد محتاج جوازات او اي حاجه برضو تحت امر حد اي حد برضو احمد قلبه كبير يعني حوده وحوده طبعا حوده الشيكو طبعا غني عن التعريف القاهره اسمها ايه الحته الجيزه الجيزه طالما قلنا الجيزه يبقى اجدع ناس حلو وابتدينا نكون تاني من حلقتنا النهارده ونرجو ان تكونوا استمتعتم معنا وهنا سادتي وسادتي تتابعوا حلقتنا اليوم والى اللقاء في حلقه ثانيه.